السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجمو نقوموا بقفل تطبيق واتساب بالبصمة من دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات أخرى باش تقوم بالعملية هذه. قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة تشتركوا في القناة، تضغطوا على زر لايك وتفعلوا زر الجرس مش كيف نابطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الفيديو متاعنا وفي الشرح متاعنا. أول حاجة نعملوها بالطبيعة نمشيو لتطبيق واتساب، نفتحوا التطبيق. بعد ما نفتحوا التطبيق ننزلوا على ثلاثة نقاط الموجودة في أعلى يمين الشاشة ونضغطوا بعد على settings، وبعد ما نختاروا settings نمشيو مباشرة الأكاونت، وفي أكاونت نختاروا الخيار الأول اللي هو privacy. بعد ما نضغطوا على privacy ننزلوا إلى أسفل الشاشة وآخر خيار هو fingerprint lock أو القفل ببصمة الأصبع، نضغطوا عليه ونلقاو لعنا لهنا خيار وحيد هو اللي لازمنا نفعلوه اللي هو unlock with fingerprint، يعني ما تنجم تقوم بفتح التطبيق متاعك إلا من خلال البصمة متاعك انت. نقوم بتفعيل هذا الخيار وباش نفعله يطلب منا ان نعطيه بصمتنا. بعد ما تعطي البصمة متاعك يظهر لك الاوبشنز هذوما. اول حاجة يطلب منك بعد قداش من الوقت تحب التطبيق يتم غلقه، هل مباشرة بعد ما تقفل التطبيق يولي يطلب عليك بصمة الاصبع والا بعد دقيقة والا بعد 30 دقيقة. لهنا شنو الفرق؟ إذا كانك قاعد تقوم بمحادثة وتحكي مع شخص آخر بالرسائل، إذا كان باش تحطها بصفة مباشرة باش تتقلق منها الحكاية، لأنه تلقى روح كل ما تجي تجاوب على رسالة لازمك تدخل بصمة الأصبع من أول وجديد. دونك لهنا الاختلاف في اختيار الأوبشنز هذوما على حسب اختلاف استعمالكم أنتوما للتطبيق. هذا نجموا تختاروا الأوبشن اللي تحبوا عليها. وعندكم لوتا show content in notifications، يعني إذا كان تحطوه مفعل كما حاطت أنا توا، يعني الرسائل اللي تجيكم الإشعارات متاحة تظهر في مكان النوتيفيكيشنز. نجموا تغلقوها الأوبشن هذية تولي ما تجيكمش إشعارات بوصول رسائل جديدة، وإلا تخليوها مفعلة باش توصل لكم الإشعارات هذية. خلينا تاو نجربوا مع بعضنا كيفاش تم القفل متاع التطبيق وكيفاش باش نحلوه بالبصمة. دونك نخرج من التطبيق. تاو باش نعاود نفتحو تطبيق واتساب مرة أخرى. كيما قاعدين نشوفو كي جينا نحلو التطبيق فإنه طلب علينا البصمة، ندخلو البصمة متاعنا مباشرة يرجعنا داخل التطبيق. كانت هذه الطريقة اللي تنجموا تستعملوها لقفل تطبيق واتساب من دون الحاجة إلى تثبيت برامج أو تطبيقات أخرى. إذا كان عجبتكم الفيديو واستفدتوا منها ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي باش نقول لكم كان إلى اللقاء.